ناخذ اتصال مع مخرج اخرج اخر افلام الصبوحة شحرورة ليلة بكى فيها القمر، مخرج كمان بدأ مسيرته مع الشحرورة، هالقد انطباع قدر يكون بمصر بتعامله مع المخرج احمد يحيى من مصر. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا بسهرة عمر عبر تلفزيون لبنان بهذه المداخلة، شرفتنا. بالعكس، انا سعيد بالمداخله دي مع تلفزيون لبنان، وخاصه ان المداخله بنحكي فيها عن الصبوحه. الصبوحه يلي صار لها 3 سنين غايبه بالجسد عنا، ولكن هي حاضره دائما بفنا. اذا بدي احكي مع حضرتك كونك مزبوط. مخرج اخر افلام ليله بكى فيها القمر، اذا بدنا نحكي عن تفرد صباح الممثله، شو يلي بيميزها؟ شو يلي بفردها عن غيرها من نجمات جيلها والنجمات كمان يلي اليوم موجودين على الساحه الفنيه؟ لا طبعا، الصبوحه أنا اشتغلت معاها وكان ليا الشرف والسعادة في آخر فيلم ليها، وكانت يعني قد وصلت إلى قمة العطاء والمجد والشهرة، وغنت أغاني بتزيد عن 1000 أغنية. ومع ذلك صباح كان تعاملها كأنها ممثلة مبتدئة، بتسأل عن أي حاجة، بتسمع كلام المخرج جداً، بتسمع توجيهات المخرج جدا. صباح كانت يعني الحضور بتاعها، الفساتين والميك اب والشعر ده، كانت بتيجي اول واحده. يعني انا كانت بيقولوا لي مدام صباح جاهزه، بينما في حد صغير جدا عن صباح لسه بيعمل مكياج ولسه بيعمل الشعر، وصباح جاهزه بالميك اب بتاعها والشعر، وقاعدة منتظرة ممثلين أصغر قيمة منها بكثير، ولا تمتعد صباح، بالعكس ماسكة السبحة وبتبتسم وبتلعب السبحة بتاعتها منتظرة أوامر المخرج. يعني هي قمة الالتزام. نعم. يعني صباح ما تأخرتش عن التصوير عندي ولا يوم، بالعكس كانت بتبقى هي جاهزة وقاعده، احنا اللي لسه مش جاهزين. نعم، قد ايه الكاميرا كانت تحبها؟ يعني بعيدا عن هالحرفيه وعن هالتعاطي البروفيشنال يلي عم تحكي حضرتك عنه، قد ايه الكاميرا كانت تعشقها وكان فيها هالعلاقه بدلعها بجمالها بغنجها بذكائها كمان لحتى تجذب المشاهدين وتجذب الاضواء لها؟ يعني الكاميرا كانت بتحبها وهي كان ليها طله، بس كمان لازم نقول شخصية صباح. يعني أنا جيت وبتعامل مع الشحرورة وكان متوقع كما هي عادة الأفلام الغنائية لمطرب أو مطربة كبيرة، إن بتوزع الألحان على 4 ملحنين كبار، يعني كمال الطويل يعمل لها لحن، الموج يعمل لها لحن، الأستاذ عبد الوهاب يعمل لها لحن كده. أنا جيت اقترحت على صباح وقلت لها ان في ولد ملحن جديد، يعني هو اللي هو الاستاذ جمال سلامه. الاستاذ جمال سلامه كان مشهور عنه انه بيعمل موسيقى تصويريه لكن الحان ما كانش له يعني اسم كبير. ومع ذلك انا وصباح سهرانين، كان عند الله يرحمه حسين الصباح الموزع، وكان معايا جمال سلامه. نعم. عزف جمال سلامة لحن ساعات ساعات، فجأة انتبهت صباح وركزت صباح، وأنا كنت قاعد جنبها قالت لي إيه اللحن ده؟ اللحن ده جميل قوي، أنا عايز اللحن ده. قلت لها ما إحنا متفقين اللحن ده هيكون أحد ألحان الفيلم. كانت النتيجة إن صباح عم نعم. استاذ احمد بعدك؟ استاذ نعم. احمد نعم، واهدتك هالاغنيه كمان بعيد ميلادك. مظبوط مظبوط مظبوط. فيعني هي كان عندها ود وحاسه تعرف اللحن الحلو واللحن اللي هينجح، وده ده 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 موهبه ربنا اداها لها. طبعا يعني.
طبعا. المخرج أحمد يحيى، شكرا لهذه المداخلة ولو سريعة، على أمل اللقاء كمان القريب، ولكن دائما الحديث عن صباح فيها الخصوصية وفيها الجمال يلي بيشبهوها لإلها. شكرا لهذه المداخلة من مصر، المخرج أحمد يحيى، شكرا لك.